هل الشيطان يولد أم يبيض؟ دانيال، شو بدك صراحة بنقلك من الصباح؟ ليك بحياة أختك شوف لي هالسؤال عندك، لأني مني حاس حالي قاعد بحصة المات، حاس حالي قاعد بحصة الدين. هات سؤالك يا خيي، شو سؤالك؟ يلا جيبه هاته. شو؟ ليك هل الشيطان يولد أم يبيض؟ شوف لي عندك بشرفك، مانك مرشته لهذا السؤال أنت عندك؟ أوف لعمة، شو هالسؤال الأخ وكلب هذا؟ يلا يلا حشوف لك يا بعتقد منشته. ما هو الحيوان الذي يتنفس من مؤخرته؟ ما أعلى جبل في أفريقيا؟ ما الكوكب الذي يدور حول كوكب الجليد؟ من فاز بكأس العالم عام 1980؟ من قام بتأسيس لبنان؟ ما هو كل اللي عمله الفرنسي محتلنا، وقفت على انتداب وتأسيس. هل الشيطان يولد أم يبيض؟ قلت لك ليك اكتب عندك يبيض، يبيض بصفران ببيضة. قديه؟ هي اكتبها بس تخلص مسح وراك ماشي؟ يلا موفق. ماشي سلم ايدك. يبيض 2 بواحد نسكافيه ان شاء الله.